من بين كل المعادن الثمينة، الذهب هو الأكثر شعبية كاستثمار. يقوم المستثمرون عموما بشراء الذهب لتنويع المخاطر التجارية، وخاصة من خلال استخدام العقود الآجلة ومشتقاتها. يخضع سوق الذهب مثل أي سوق آخر إلى المضاربات والتقلبات. يعد الذهب ملاذ آمن أكثر فاعلية بالمقارنة بأي معدن ثمين آخر يستخدم في الاستثمار، كما أنه يمكن حمل خصائص الحيطة في عدد من الدول.